شهادة للتاريخ أن الإخوان المسلمين تصدوا في هذا الوقت وقاتلوا قتال الأبطال دفاعا عن ميدان التحرير، وزحف الجيوش منهم، وكانوا يتصدون وكأنهم في حرب ضروس، وكل منهم يريد أن ينال الشهادة. هذه شهادة. وظهر الإخوان المسلمين بمظهر حضاري، وكان لهم دور كبير في إنجاح الثورة، سيكتبه كل الذين شاركوا في هذه الثورة وأنا منهم. ودورهم في يوم الأربع في صد البلطجية دور ينكر أن نزول الإخوان المسلمين للميدان في المرحلة ازداد الثورة رسوخا في الأرض، مش هذا الكلام، حد يقدر ينكر كده أبدا. يعني إذن أدعو إلى زعر في غير موقعه أو تخوف أن الإسلاميين جايين عشان ينفذوا أجندة خاصة بيهم. أنا أرى أن إخواننا في الإخوان المسلمين بما لهم من خبرة سياسية مضت واحتكاك بالعمل السياسي بالفعل عبر البرلمان لسنوات طويلة، أراهم من أجدر ومن أكفئ الناس للدخول في هذه المرحلة. والله هم الإخوان المسلمين هم أكبر كتلة برلمانية، خدت بالك إزاي؟ وهم كجماعة منظمة جدا، وهنيئا لهم أن هم خدوا برلمان يستحقوا. الناس بتشتغل على الأرض بقالها مقابل قابلت ناس تانية متعلمة مقتنعة وكل حاجة ومتحررة وناس تبدو يعني بتشتغل في الوسط الفني مثلا اللي هم قلقانين. ولما سألتهم اديتهم مين؟ قالوا لي ادينا الحرية والعدالة. قلت لهم ليه؟ قالوا لي لأن لديهم مشروع وهم المؤهلين في الساحة السياسية. شبابنا كانوا موجودين في كل اللجان. بص هو ده الشغل. هو ده الشغل. طب انت لو كنت كلمت الاخوان في اي لحظه وقلت له قول لي اخبار كفر الشيخ ايه؟ ايوه هيقول لك 37 مواطن راكبين اتوبيس النهارده في قناه 12 واقفين على في قناه الجزيره. قال لك المدير الاداري لمكتب الاخوان في الفيوم. يعني ده معناه انه في مكتب وفي مدير فني وفي مدير اداري وفي نائب رئيس المكتب وفي رئيس المكتب، يعني في يعني عارف ازاي مدرب حراس المرمى، يعني في ايه عارف طبعًا ازاي طبعا هيراركي في لا لا الاخوان في لحظه معانا عارفين مين اللي هيطلع يتكلم في القانون، مين هيقول في المجتمعيات، مين هيتكلم في التشريع، مين هيتكلم ده. وانا عايز بس اقول حاجه يعني بصراحه، هم جزء من المجتمع المصري، جزء، هم اكبر معارضه 20% في البرلمان. يعني عمليه في رايي مضحكه ان اقول ان ربع او خمس البرلمان هم جزء من جماعه محظوره. يعني في التهم المعلبه والسابقه التجهيز للسيد الدكتور محمد مرسي وللاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين في مجلس الشعب لغايه النهارده لم يصدروا قرار او قانون او لائحة ضد مصلحة الاقباط، وهذا واضح ومعروف ولا يستطيع احد ان يعارضه ولا يجوز. فلماذا نتهمهم ولا معهم لماذا نتهمهم ولماذا نقلل منهم ولماذا نجحف بالدور الوطني الذي ممكن ان يقوموا به وايضا يعملوا معهم الشريحة الوطنية القبطية المصرية. نحن هذا تقول للاخوان المسلمين، كنتم شجرة ما أروع ظلالها وأورع نضالها، رضي الله عن شهيد استنبتها وغفر الله لمن تعجل ثمرتها. نفسي أنا عندي حلم، الحلم ده بيخليني أقول حاجة مهمة قوي، أن من يقود مصر الآن وهم الإخوان المسلمين ظلموا كثيرا وتعرضوا لظلم كثير، وأنا أؤمن بالمقولة التي تقول من ذاق طعم الظلم عرف معنى العدل، من ذاق طعم الظلم عرف معنى العدل. يمين بالله وأنا قاعد في هذا المكان إن جميع القضايا اللي تعملت للإخوان المسلمين ملفقة فعاد حبيب العدل، جميع القضايا بلا استثناء اللي اتعملت للإخوان المسلمين ملفقة. كنت بتتعرف الآن من يتهم الإخوان المسلمين أنهم لن يسلموا السلطة، وأنا أعتقد أن الإخوان تؤمن بالتعددية، وأننا سنسمع أن الرئيس مرسي كان رئيسا سابقا من غير ما يدخل السجن، أن إحنا ممكن نلتقي به في الشارع ويقول أنا كنت رئيسا لمصر